انه الامراه بدها تعطي اثبات لجوزها انه بتحبه، بتكرمه، بتجيب له ست زياده، وحده للغنج وحده للدلع. بس سؤال، ليش ما بتكرمي زوجك من خلال مثلا تحضري له مفاجآت؟ ما بحب المفاجآت هيك. ولا بحب يتجوز؟ ما بده يتجوز، بدي يتجوز، مع انه جربت مرتين ما قبل. بس ليه التكريم عبر تزويجه؟ ما عم بفهم. لوحدة ترقص له، وحدة تبوسه، أكيد شو عيب يعني إذا بدي جوز جوزي؟ لا مش عيبة. لا بس في علامات استفهام. عم بتقولي أنت بتحبي هذا الرجل؟ نعم. صح؟ بتحبي لهيدا الزوج. ما في امرأة بتقبل تتقاسم زوجها مع امرأة تانية إذا فعلا بتحبه. فيك ترجع تحضر هالحلقة من أحمر بالخط العريض عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.